العباقرة قادرون باختلاف مباراة مهمة في المجموعة الثانية، وهفكركم بالنتيجة. الرعد متفوقين وثابتين في أدائهم 150، البوصلة الحقيقة قلقانين وفي قمة التوتر و45 نقطة بس. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 25 نقطة لفريق واحد بس. طبعا الرعد 150 و25 175 أول المجموعة، ضمنتوا تأهل لدور الثمانية. البوصلة 45 و25 70، يفضل الأمل موجود مش بس في المباراة وكمان فرصة الوصول لدور الثمانية. جاهزة؟ يلا هب. سؤال الأول، من قام بدور مجدي في فيلم اكس لارج؟ احمد حلمي. احمد حلمي كان معاه مين في الفيلم؟ توني سمير خانم، طبعا الله يرحمه الراجل العظيم ابراهيم نصر. برافو عليك. الهدف الاول، الهدف الاول لفريق البوصله، فريق الرعد. فريق الرعد هيتسابق كده ولا يستعد كده ويقف جاهز؟ عندنا سؤال وهدف، ولا عشان معاكي 150 نقطه يعني مش فارق معاكي؟ لا فارق عليا. فارق معاكي. طيب السؤال الثاني، فنون، من قام ببطوله فيلم اتش دبور؟ احمد مكي. الحقيقة الفيلم ده حلو، أنا بحبه قوي الحقيقة، وأنا بحب أحمد مكي جدا، دمه خفيف وبيقدم أعمال دمها خفيف وراقية. والله برافو عليك. طبعا الهدف الأول كان مع إنجي وجدان وحسن حسني، وهلا فاخر. برافو عليك، برافو يا نادين وبرافو يا هبة، انتوا الاثنين الحقيقة عملتوا اللي عليكم. هدف مقابل هدف. فريق البوصلة، شريف عندك سؤال، محتاج تحافظ على الفرصة إن شاء الله. السؤال الثالث، معلومات عامة، من هي أول امرأة تتولى منصب وزير دفاع في الهند عام 1975؟ أول رئيسة وزراء للهند، ثلاث فترات متتالية. خسارة السؤال ده، المرأة الحديدية إنديرا غاندي. سؤال كان سهل الحقيقة، تم اغتيالها 1984. أميرة فرصتك للتقدم يا رب. السؤال الرابع، معلومات عامة، زوجة أحد رؤساء مصر حصلت على الدكتوراه في النقد الأدبي عام 1986، فمن هي؟ من جامعة القاهرة. جاني السادات. بتسأليني مش بتجاوب. لا 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 والله جاني السادات خلاص. سيدة مصر الأولى، أول من حصل على هذا اللقب. أميرة، الهدف الثاني، وكانت بتدرس في جامعة ساوث كارولينا وفي الجامعة الأمريكية في واشنطن، الراحلة جيهان السادات. طيب كلاني، محتاج تتعادل إن شاء الله. سؤال خامس، رياضة، ما هو النادي الوحيد الحاصل على بطولة الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية حتى عام 2021؟ 9 مرات، من موسم 2011-2012 لموسم 2019-2020. روما. روما في تاريخه كله كسب الدوري 3 مرات بس. إجابة خاطئة. خسارة جدا يا كيلاني السؤال ده. لا التوتر ده توتر لأنك أنت فاهم كرة كويس.
ايمن مين؟ يوفنتوس؟ طبعا اليوفنتوس، 36 مرة اليوفنتوس بطل الدوري. ايمن احمد، السؤال اللي جاي رياضة. السؤال السادس، ما هو المنتخب الاكثر وصولا لمركز الوصافة ببطولة كأس العالم لكرة القدم حتى عام 2021؟ أربع مرات وصيف ألمانيا، وأربع مرات بطل، الهدف الثالث. برافو عليك أيمن. أيمن برافو عليك، الهدف الثالث. نوع كان الله في عونك، ربنا يسترها. لو ما جاوبتيش السؤال ده ال 25 نقطة طاروا. السؤال السابع، جغرافيا، في أي محيط تقع جزيرة أسانشن؟ مساحتها 88 كيلومتر مربع، اكتشفها ملاح برتغالي جواو دانوفا سنة 1501. إجابتك؟ المحيط الهادي. المحيط الهادي، للأسف الشديد إجابة خاطئة. جزء من أراضي بريطانيا فيما وراء البحار في المحيط الأطلسي. هارد لك يا نوع، وهارد لك لفريق البوصلة. النتيجة اتحسمت، الرعد 175، البوصلة 45. فريق الرعد كالعادة مستوى ثابت من المباراة الأولى، مركزين بيفكروا حتى لو الإجابات مش موجودة. البوصلة مخضوضين. الهدف الثاني، الحمد لله اتعلمنا من أخطائنا الحلقة اللي فاتت، وقدرنا الحلقة دي إن احنا نكون عندنا ثبات انفعالي أكتر. مش عارف أساعد قوي، وهم أكثر خبرة، وبس يعني في عدم توفيق سنة، بس إن شاء الله نعوض الفترة اللي جاية. للأسف الشديد فرصته للتأهل صعبة جدا. خلينا نشوف يا ترى البوصلة هيعرفوا يرجعوا في الفقرة الأخيرة ولا لا، ويا ترى الرعد هيكسر الـ200 ولا لا. خلينا نروح نشوف ونكمل ماتش النهارده. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 25 نقطة في فقرة ضربات الجزاء، وكل نقطة بألف جنيه بما يساوي 25,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 220,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا.